أعلن وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن مشروع تلفريك عجلون وصل إلى مرحلة استملاك الأراضي، وأن عطاء تنفيذ المشروع رسى على شركة أجنبية. وقال شحادة خلال اجتماع ضم لجنة السياحة النيابية وأبناء المجتمع المحلي لبحث التحديات التي تواجه القطاع السياحي، إن المشروع الذي سيرى النور بعد 18 شهرا من بدء التنفيذ. احنا اليوم اجتماعنا كان في قلب قلعة عجلون لرمزية المكان وأهميتها كموقع أثري مميز بهم أهالي منطقة ومحافظة عجلون. اجتماعنا كان في عنوان الأساسي متابعة مشروع التلفريك، وتم توضيح من مشكورا وزير الاستثمار مهند شحادي معالي مهند شحادي عن آلية التنفيذ، وانه احنا واصلين لمرحلة استملاك الاراضي، قطاع الاراضي الخاصة اللي حتم التنفيذ عليها. تم مناقشة اهم النقاط اللي تتعلق بتنفيذ المشروع، تم محاورتهم على برنامج الزمني على جدية الحكومة في تنفيذ هذا المشروع، وأبدوا استعدادهم على التعاون وتزويد اللجنة وأهالي عجلون ومتابعة والمتابعة معهم على مراحل تنفيذ المشروع.